ومن ممكنات الصباح أغني وأعلم أن التراتيل أفضل. خلال الشهور سأحكي تفاصيل عهدي، أسكر بابي وأفرش ذاتي، ألقح يومي من العابرين. صباحا يا ستي، سآخذ منك الصباح المدجج وشربة شاي أحبك كثيرا على أي حال، وأكره كيس القمامة اللعين الذي أنتظره. صباح أنا، من أنا في صباحي سوى فاشل في حياتي؟ أدق الصليب على كل شيء أنا في طريقي، وأسمع حتى أرى الحكايات كسائق تاكسي يفك الحياة من الميكروباص كمثل افتكاك الزبائن للالتقاء. أرى كل يوم طوابير خبز، فأما بصوت النساء المسرسع دون إفادة فلا يصطفيني، وأما بطفل صغير أتى دون أمه، وأوصى الطفولة تنم في سريره، وأوحى ليأخذ خبز الصباح، وأما بنجار هذه البلاد يسمر قدمي بصوت جاكوشي يغني ويرقص كأن الشقاء الذي كان يعمل ويبكي ويضحك إلى أن يموت. وعند النزول رأيت الطريق على وجه ست تبيع السلام تزف الحمام، ولكن رأيت بعينيها قرية ورملة وبيتا ووردا وحجرا مجانيق، ولكن خلف الجمال ارتعشت بشخصين أشبه لدي بدرة، ومن راحتيه احتمى بالرصاص. سمعت انفجار يليه اختلال كتنقيط ماء يدق المياه، ومن بعدهم اكتشاف الدموع بقصع البضائع. وعن روايات انتحار الشباب أرى كل شيء وكل انتحار، وبهلوة ضحك عن الاكتئاب، وبهلوة ضحك عن الاكتئاب. ولما تفحصت قلبي سهوت فنادت: يا ابني يا ابني ستأخذ سلاما. فقلت المقابل: بدون، ولو كنت تخجل فدع لي قصيدة. فأفضت ببوتك وقالت لي: ارحل. تسمرت حدقا وهمهمت حقا وآفت دموعي كأني أنا من يبيع السلام. رجعت لستي، رأيت يديها تفك الحياة وحبرا على كفتيها استمال ونصا مقطع لتترك رسالة. فأما أنا كالتراب الذي أوجدته دموع الغراب عن السفك بات. صباحا صباحا يا ابني.